عندي بتنجان، هنعمل بيها أسهل طريقة وأسرع طريقة للبابا غنوج. يلا نشوف مع بعض. هفتح عين الغاز وأحط البتنجانة، ويفضل تكون متوسطة أو صغيرة. هفضل أقلب البتنجانة على عين الغاز. يا جماعة، هنفضل نقلبها لحد لما القشرة السودة دي تحس إنها اتحرقت وريحتها طلعت وعبقت المكان برائحة الدخان بتاع البتنجان. لما اغرس فيها السكينة الاقيها بتدخل بسهولة، معناها كده استوت جدا. تقعد معنا 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة وبنقلب فيها على عين الغاز. بعد لما خدت وقتها، عندي كزبرة وعندي توم وعندي طبعا الخل والطحينة، دي المكونات الاساسية بتاعتي. يلا نبدأ نقشر البزنجانة. اسهل واسرع بابا غنوج هتاكلوه في حياتكم. بمسكها من العنقود بتاعها الأخضر وبقشرها كده من فوق لتحت علشان ما هندرش كتير من اللحم بتاع البتنجان. زي ما انتوا شايفين بشيل القشرة السودة بس. الله على الطعم. أنا ليه ملتزمة بالطريقة دي؟ لأن تسوية البتنجان على عين الغاز يا جماعة بتدي طعم التدخين الرائع. التدخينة بتاعتها جميلة على عين الغاز، غير الشوي اللي في الفرن يعني. بالسكينة يا جماعة بقطعها وبشرحها كده بسرعة بسرعة. خلصناها وههرس فيها دايبة زي الزبدة. هحط حوالي نص كوباية طحينة، ويفضل سمسم 100%، دي الأصح. الأكلة دي يا جماعة كيتو 100%، ونوع من أنواع المقبلات. بالهنا، جربوها يا جماعة. تشو البتنجان على عين الغاز مش في الفرن، طعم التدخينة فيها رائع. هفك الطحينة بشوية مية شوية مية، وحط كمية لبأس بها من الخل. طبعا انكم تخلوها جامدة شوية او سايحة شوية دي بتاعتكم انتوا، انا بحبها سايحة شوية لان البزنجانة كانت معايا كبيرة، فانا هعملها على طبقين زي ما هنشوف مع بعض. عندي كزبرة وعندي توم. الكزبرة كانت متفرزة عندي في الفريزر، والتوم كان متفرز عندي في الفريزر. وهقلبه بقى في البتنجان في الطحينة في الخل في المية. هحط تاني كزبرة وهقلب هقلب هقلب. عندي فلفل وعندي كمون، دول اكتر 2 توابل ينفعوا مع طعم البتنجان المشوي في البابا غنوج. اكتر 2، الفلفل والكمون. هظبط الملح بتاعي وما نكترش عشان احنا حاطين خل. وكل ما نقلب شوية ندوق، محتاج شوية طحينة، محتاج شوية مية، محتاج شوية خل. هاخد اول طبق عندي كده هسيبه، وهقول لكم الطبق التاني هنعمل فيه ايه. الله الله. عندي فلفل ني، ممكن نشويه ونهرسه مع البتنجان، بس انا طريقتي المرة دي الفلفل الني هقطعه كده. بحب طعم القرقشة القرمشة بتاعته انا باكل البتنجان، ادوس كده عليه بسناني الاقيه مقرمش كريسبي. اي نوع فلفل، اخضر احمر اصفر، انا كان عندي واحدة حمراء وواحدة خضراء، فحبيت اقطعها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين. طفلتي الصغيرة بتشاركني في أكل الفلفل. بالهنا، وقلبتهم في البتنجان من غير شوي، ودول الطبقين من بزنجانية واحدة عملت لي طبقين يتحط مع الأكل. بالهنا، سلام.